الشطرنج، هذه المدينة الذي شارك مؤخرا وحضر في أشغال الجمع العام السنوي العادي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج بمدينة الدار البيضاء، ذلك يوم الأحد الماضي 22 مارس 2015. وكان الجو الذي دات فيه الجمع العام دات في أجواء جد عادية، إلا أن الملحوظ هو أنه فاجأنا الممثل ديال القطاع وزارة الشباب والرياضة أن احتساب النصاب والاحتساب ديال الأندية اللي هي كاملة العضوية هي الأندية التي شاركت في البطولات ديال الأقسام الوطنية للفرق، القسم الوطني الأول أو الثاني أو الثالث، زائد شرط المشاركة في كأس العرش. وعرفنا أن الموسم الماضي كأس العرش شاركت فيه فقط 6 فرق، وبالتالي هاد 6 ديال الفرق هما اللي عندهم صلاحية التصويت داخل الجمع العام، وكان موضوع نقاش في البداية ديال الجمع العام. هاد الشيء جاء تطبيقا للقانون الأساسي النموذجي اللي حطته وزارة الشباب والرياضة اللي تكيف مع يعني القانون الأساسي اللي عدته الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، تكيف مع هذا القانون الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية اللي صادق عليه الجمع العام الاستثنائي أو الجمع العام غير العادي برسم الموسم السابق، يعني الجمع العام اللي كان في نهار 23 فبراير 2014. وبالتالي التطبيق ديال هذا القانون جبرتنا الوزارة ديال الشباب والرياضة على احترام المواد ديالو اللي كتقول أن النادي كامل العضوية هو النادي الذي شارك كما قلت في هذه البطولات، وزائد شرط المشاركة في كأس العرش، بالإضافة إلى العصب الجهوية الأربعة اللي كانت حاضرة بربعة بالطبع في الجمع العام، وبالتالي كانوا 10 ديال الهيئات هي اللي عندها حق التصويت. ولكن على أي ربما الوزارة هي بغات باش تلزم الأندية الشطرنجية مشاركتها والتزامها بالمشاركة في إقصائيات أو منافسات كأس العرش. إضافة إلى هذا، من غير هذا داز الأمور عادية، حيث كان عرض ديال التقريرين الأدبي والمادي، وكان المصادقة ديالهم للتقريرين بالإجماع. ثم النقطة الثانية اللي كانت في جدول الأعمال هي انتخاب مكتب المديري الجديد، نظرا لأن الاعتماد ديال القانون الأساسي الجديد بعد الملاحظات اللي زادتها الوزارة والمصادقة على القانون الأساسي اللي كما قلت كان سبق مصادقة عليه من طرف الجمع العام الغير العادي السنة الماضية. من غير هذا دازوا الأمور مزيان، وتم بعد تقديم ديال الترشيح ديالي ضمن لائحة وكيل لائحة مصطفى أمزر، وتم المصادقة على دخولنا حظوة القرار ديال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. وإلى أنه لاحظت أن بعض المواقع على الإنترنت قالوا بأن تم انتخاب مختار الصالحي للمرة الثانية على التولي نائبا لرئيس الجامعة، هذا ليس صحيح، بل الآن المكتب المديري مشكل من 15 عضو والرئيس هو بوحده اللي باين مصطفى أمزار رئيس الجامعة، والباقي سيتم توزيع المهام داخل المكتب المديري في اجتماع لاحق. ما يمكنش لهذا المكتب المديري باش يوزع يدير اجتماع ديال توزيع المهام نظرا لالتزام الجامعة الآن بالسفر لمدينة مناصر أظن في تونس اللي غادي تحتضن فعاليات البطولة والإقصائيات ديال المنطقة الإفريقية 1/4 المؤهلة لبطولة كأس العالم، وبالتالي مازال ما توزعوش يعني المهام ديال المكتب المديري الجامعي.